السلام عليكم شباب، انا احكي لكم على طريقه تحديث نظام الموبايل الايفون من خلال الحاسبه. طبعا استخدم برنامج ثري توز، برنامج مجاني تنزله مثل ما تشوفون. هذا الجهاز اللي عندنا هنا تحديث 14.4.2، التحديثات اللي موجوده حاليا 14.5.1 اخر تحديث، و 14.6 بيتا. هذا البيتا 2 والبيتا 3. طبعا نسخ البيتا تكون هي نسخه تجريبيه، ممكن تسوي نسخ مشاكل الجهاز وتقدر ترجع التحديث اللي قبلها مثلا 14.5. هسه احنا نجي نحدثها من الحاسبه. قسم يقول لك انه تحدثها من خلال الحاسبه ما راح تنزل نسبه البطاريه او هيك شيء من الامور، ناهيك على انه اجهزه الايفون 11 وال11 برو ماكس وال11 برو نسخه ال11 باخر تحديث 14.5 صار بها معايره البطاريه، ممكن من نتحدث البطاريه ما تقل نسبتها تزداد او تقل. بالنسبه للناس اللي شافوا صارت طفره بالبطاريه خلال التحديثات السابقه ممكن ما يصير بها شيء. طبعا نجي اول شيء هسه لازم نسوي تنزيل للتحديث اللي احنا نريد 14.5.1، نجي هذا عليه نسوي داونلود. بعد ما نزلنا التحديث يطلع لنا هنا داونلود باللون الاخضر مثل ما تشوف الاصدار اللي نزلناه 14.5.1 والاصدار اللي عندنا بالجهاز 14.4.2. انت مجرد ما توصل الجهاز بالحاسبه هو راح يختار الاصدار مالته التحديث مالته المناسب، فماكو داعي تختار بهالموضوع. وايضا من تعيف ينزل تفصل الجهاز عاده تعيف ينزل على وحده. هسه عندنا الخيارات الثلاثه، يقول لك ريتين يوزر داتا، هذا هنا هو هو مجرد تحديث، يعني حدث الجهاز يبقى جهازك مثل ما هو، مجرد غير لك النظام يحدثه. هنا الكويك فلاش مود، هنا راح يتفرمت الجهاز اضافه للتحديث، فكل البيانات اللي بيه راح تنحذف، فلازم تختار انه هذا خيار هذا خيار. عندك الخيار الثالث انه انتي ريكفري فلاش، هذا هذا الخيار هو راح يكون يتاخر الله يكمل، بس يطمن لك انه جهازك اذا فرمته بعدين ما راح ترجع ملفات اللي بيه. هاي حسب توصيات الشركه. بس مثل ما تشوفون الجهاز عندنا هنا مشتغل، شو نسوي؟ نروح على التول بوكس هنا، نجي عندنا انتر ريكفري مود، يقول لك انتر ريكفري مود. هاي جهاز تشوفون انطفى، بس انتظر يدخل الريكفري مود. دخل انتر، دخل الريكفري مود مثل ما تشوفون. هسه نجي على فلاش انجل بريك، هنا طلع عندنا هذا الجهاز. نجي هسه شنو نسوي فلاش؟ مثل ما تشوفوا هسه انا بالريكفري مود نسوي فلاش. يقول لك الاتصال الجيد بين الحاسب والتليفون راح يعطيك سكسس ريت عاليه، يعني نسبه نجاح عاليه. يقول لك اذا بي اي كلود او شيء فلازم تتاكد انه تحاضر، راح يطلب منك بعدين. فاذا الاي كلود متعرفه او شيء انتبه انه جاهز راح يقفل عندك اذا ما حافظ الاي كلود مالته والباسورد الابل اي دي يعني. بس هذا سوري فلاش، هذا انا بدا التحديث مثل ما تشوفون. نعيفه الى نكمل التحديث ونرجع لكم. انا كمل السوفت مال الجهاز، فتحناه طبعا اول ما كمل تحديث. حاوله باوع تحديث ايش قد 14.5.1، البطارية كانت 92، هسه البطارية باقي نفس 92. حدثنا للجهاز وهو طبيعي، بدنا نشوفه.